نروح لبوابة الجمهورية. ووزير الخارجية الفرنسي جان لادريان أعلن أن السلطات الفرنسية أصدرت الأوامر للسفارات الفرنسية في الخارج بتعزيز إجراءات الأمن. لادريان قال امبارح الجمعة أن التهديدات قوية في الخارج وأن كل شيء بيتحول سريعا من كراهية افتراضية عنيف، وعلشان كده فرنسا قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن مصالحنا ومواطنينا، وتم إصدار تعليمات للسفارات بتعزيز الأمنية. أزمة ليبيا التي ما زالت متفاقمة ما بين شد وجذب، استقالات وتراجع عن الاستقالات، هذا نقرأها من بوابة الدستور. نقرأ السراج تراجع عن استقالاته التي حددها في نهاية شهر أكتوبر، وفي أعلن